بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر الدوافع أو الدافعية من أهم العوامل الداخلية اللي بتدفع الإنسان إلى سلوك معين. طيب نتفق أولا إيه هو الدافع أو إيه هي مفهوم الدافعية. الدافعية هي رغبة الفرد في إشباع حاجات معينة. ليه؟ لأن الإنسان لما بيكون عنده حاجة غير مشبع ده بيدفعه إلى إن هو يبحث عن وسيلة الإشباع لإعادة الهدوء ولغي التوتر اللي ممكن يكون حاس بيه نتيجة نقص الحاجة دي. تعريف تاني نقدر بالتالي، طالما إن الدافع حالة داخلية أو قوة داخلية بتنبع من الفرد، هي مرتبطة، هي مش جاية له من بره، هي بتنبع من الفرد، بتنشط وتحرك الفرد وتزقه أو تدفع سلوكه عشان يحقق أهداف محددة بيسعى إلى تحقيقها. طيب نتكلم عن نظريات الدوافع اللي حاولت تفسر الدوافع الإنسانية دي. أنا بقسم النظريات دي إلى مجموعتين. النوع الأول أو المجموعة الأولى نسميها نظريات المحتوى. النظريات دي بتفترض إن الدوافع بتنشأ من داخل الفرد، بتنبع منه. من أهم تلك النظريات 4 نظريات: نظرية إكس ونظرية واي، نظرية تدرج الحاجات لمازلو، نظرية ميكليلاند لدافع الإنجاز، نظرية العوامل الدافعة والعوامل الصحية لهارزبرغ. المجموعة التانية من النظريات هي النظريات المعرفية أو الإدراكية. النظريات دي بتبص للخارج، بتبص للقوة الخارجية زي ما بنقول عن الفرد، وبتوجه سلوكه. من أهم النظريات دي 3 نظريات: نظرية التوقع لواحد اسمه فروم، نظرية بورتر ولور، نظرية العدالة. فلو بصينا هنلاقي الحاجات الفسيولوجية اللي هي قاعدة الهرم، اللي هي الأكل والشرب والمأوى والملبس، زي ما بنقول الحاجات الجسم، الحاجات الفسيولوجية أو الأساسية أو المادية. المستوى الثاني هو الحاجات الأمان، إحساس إن الإنسان بيحتاج إلى الشعور بالأمان والطمأنينة، ومن خلال زي ما بنقول الأمان الوظيفي، ومنها بيدخل هنا في الحكاية دي المرتب اللي بياخده إلى آخره، أمان اقتصادي إلى آخره. المستوى الثالث اللي هو البني آدم ما يقدرش يعيش لوحده، وعشان كده المستوى الثالث من المدرج هي الحاجات الاجتماعية، الإنسان بيحتاج للحب والعطف والانتماء وزي ما بنقوله العلاقات مع الآخرين. عشان الآخرين دول يقبلوا يبقى هو محتاج للمستوى الرابع اللي هو حاجات الاحترام، زي ما بنقول اللي هي احترامه لنفسه واحترام الآخرين له. ثم بنصل إلى قمة الهرم المدرج اللي هي حاجات تحقيق الذات، الطموح اللي بيدفع الإنسان لمحاولة تحقيق ذاته في عمله أو في هوايات بيمارسها إلى آخره. النظرية التانية اللي عاوزين نتكلم عنها كممثلة للنظريات المعرفية أو الإدراكية اللي بتركز على القوة الخارجية اللي جاية من الخارج وليس من داخل الإنسان، هي نظرية العدالة أو المساواة. بتفترض النظرية دي إن المحدد الرئيسي لجهود العامل وأدائه إن هو يحقق الرضا هو درجة العدالة والمساواة اللي هو بيدركها أو بيفسرها في وظيفته. وعشان كده المعادلة دي بتعبر عن الفكرة دي. المعادلة دي بتقول لي إن عوائد الفرد على مساهماته بيتم مقارنتها بالعوائد اللي بيحصل عليها الآخرين على المساهمات اللي هم بيدوها. بناء على كده بيقارن الفرد بين النسبة الخاصة بيه، ناتج زي ما بنقول النسبة الأولى زي ما بنقول، والنسبة الخاصة بزملائه أو أقرانه اللي في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة. الاختلاف بين النسبتين بينتج عنه ان الانسان يا بيدرك ان هو في عدالة او عدم عدالة. لو شعر ان هو زي ما بنقول هو بيدي مساهمة اكبر وبيحصل على عائد اقل من اللي ممكن هنا من الاخرين اللي ممكن يدوا مساهمات اقل ويحصلوا على عائد اكتر منه، لو شعر بعدم العدالة او المساواة بيحصل عنده نوع من التوتر، وبالتالي ده بيدفعه ان هو يحاول يقضي على التوتر ده او ينقص منه، وبالتالي ده من خلال بديل من 4. اما بيغير
مساهماته اللي هي المدخلات، ان هو يحاول يدي وقت او جهد او معرفة اكتر في العمل، او ان هو يحاول يغير العوائد اللي هي المخرجات من خلال ان هو يحاول انه يحصل على اجور اكتر او منفعة او خدمات اكتر في العمل، او ان هو يحاول يقنع نفسه يدي قيمة معنوية لعمله، ان هو زي ما بنقول هو مش قادر لا يغير المدخلات ولا قادر يغير المخرجات، يبقى هو بيراضي نفسه زي ما بنقول، بيحاول يدي زي ما بنقول لعمله قيمة معنوية عشان يوصل لمرحلة الرضا. أو لو في كل دول ما قدرش يوصل لهم أو يستخدمهم بيسيب الشغل، لأنه بيسعى لأنه يحقق المساواة أو العدالة في مكان آخر ممكن يحقق له هذه العدالة. نقدر نعرف حوافز بينها الأساليب اللي بيعتمد عليها المدير عشان يأثر في سلوك الأفراد والعاملين، ومن تالي يوفر أسباب قوية عندهم تدفعهم إنهم يشتغلوا بحماس وبالتالي يحققوا الأهداف المطلوبة أو النتائج المطلوبة من المنظمة اللي بيعملوا فيها. طيب إيه العلاقة بين الدوافع والحوافز؟ إذا كانت الدوافع أو الدافعية بتتمثل في استجابة الفرد تجاه الشعور بالحاجة والبحث عن وسيلة إشباعها، فالحوافز هي الوسائل اللي بتوفرها الإدارة لإشباع هذه الحاجات. كل ما كانت الحوافز متمشية ومتفقة مع أنواع الدوافع أو الحاجات، أو متفقة مع الحاجات اللي بيشعر بها الإنسان، كل ما كان الإشباع أكتر، وبالتالي مستوى رضا الأفراد عن أعمالهم بيزيد، وبالتالي بتقوى عندهم أكتر الرغبة في العمل. طيب ايه هي اهداف الحوافز؟ طبعا انا بدي حوافز عشان الناس تشتغل بكفاءة وفعالية، عشان ازود درجة ولاء العاملين للمنظمة ويرتبطوا وينتموا الى اهدافها، عشان اتجنب الصراعات والخلافات اللي ممكن تنشأ بين العاملين، عشان اتوصل لطرق جديدة عشان احسن بيها الاداء وارشد او اخفض التكاليف. طيب ايه انواع الحوافز اللي ممكن نستخدمها؟ انا عندي زي ما بنقول ممكن هنا عندي 4 تقسيمات للحوافز حسب نوع الحافز. ممكن افرق بين الحوافز المادية والمعنوية، حسب طبيعة الجزاء، حوافز ايجابية وسلبية، حسب المستفيدون من الحوافز دي، حوافز فردية بتمنح للافراد كفرادة او جمعية بتمنح لفريق العمل، حوافز زي ما بنقول حسب الإمكانيات، حوافز أساسية وحوافز بديلة عنها. خلينا نقول إن أهم الحوافز اللي بيهتم بيها العاملين هي الحوافز المادية وأيضا المعنوية. إيه هي الحوافز المادية؟ الحوافز اللي بتتصرف في صورة نقدية، يا إما دفعة واحدة أو على دفعات دورية، بتشمل لجانب المرتب أو الأجر الأساسي، بتشمل الأجور التشجيعية، أجر الوقت الإضافي، العلويات الدورية والاستثنائية، وأخيرا المكافآت والبدلات. أما الحوافز المعنوية هي المتعلقة بالحاجات النفسية والذهنية والاجتماعية للعاملين، وبتشمل إن هو يشغل وظيفة مناسبة، حاجة بنسميها الإثراء الوظيفي، إن وظيفته تبقى غنية فيها مسؤوليات زي ما بنقول وبيحقق له الرضا، مشاركة في اتخاذ القرارات، ترقيات، نظام اقتراحات، ظروف عمل من حيث التهوية والإضاءة إلى آخره، المحيطة به، التوجيه والتدريب المناسب، جماعة العمل، تقويم الأداء.